أنا الطالبة لجينا العنزي، طالبة من طالبات موهبة مشاركة في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي المقام في جامعة الأميرة نورة. مساري تخصص تطبيقات كيميائية. بداية دخلت هذا التخصص تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفنى. فلا أسمم للانشغال بالعلم والمعرفة سعيا منا نحن شباب الأمة في رقيها ورفعتها، وكما قال الدكتور غازي القصيبي: العمل لا يقتل مهما كان شاقا وقاسيا، ولكن الفراغ يقتل أنبل ما في الإنسان. بالنسبة للبرنامج كان جدا مثري ومليء بالمعلومات، كان ينقسم إلى قسمين: وحدات إثرائية ومحتوى علمي. الوحدات الإثرائية كانت تهدف لصقل مهاراتنا وتنميتنا. بالنسبة للمحتوى العلمي درست في كيمياء في المختبر ونظري. درست الكيمياء تركيب الذرة والروابط الكيميائية، ودرست أيضا في المختبر تعلمت كيفية استخدام الأدوات وأدوات الأمن والسلامة، وأيضا الأساسيات المختبر. أديت تجربة عسر الماء، وأديت تجربة الحماض والقواعد، وكمان كتبت تقرير المختبر، وكتبت بحث عن معالجة المياه وإزالة المعادن الثقيلة. تعرفت أيضا على طيف الكهرومغناطيسي، وأديت تجربة اختبار لها في المختبر، وأيضا درسنا الكيمياء الحيوية للمواد الغذائية والأدوية. أيضا ذهبنا إلى رحلة للهيئة السعودية للمقاييس والمواصفات والجودة. كانت رحلة جدا مثرية والله يعطيهم العافية، يعني دخلونا على مختبرات، كانت مختبرات الطلاء، البلاستيك، والأقمشة، والكثير من المختبرات اللي لا يسعني ذكرها. بالنسبة للاختبار القياس الكشف عن الموهوبين، أنا رشحت نفسي، عرفت من وين. الصراحة كنت أقلب في الجهاز لين أنا كنت يعني أحس أني أنا غير، لين لقيت شيء اسمه موهبة فسجلت فيه وأديت الاختبار ونجحت فيه، وبعدين قاموا يطلعوا لي البرامج اللي أنا مؤهلة لها. كان الاختبار مرة جميل والمدرسة دعمتني. أنصحكم أن تدخلون وتجربونه، ومو بس صيف واحد، إذا عندكم يعني تقدرون أكثر من صيف. الإثراء والمعلومات يعني كل بحر نقطة، يعني مرة بيفيدكم. في النهاية حابة أشكر موهبة لأنها منحتني هذه الفرصة الفريدة. شكرا جزيل الشكر، يعطيكم الف عافية.